عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. شحال هادي ما هزيت هكا الكاميرا فتقابلت معاه وجلست نهضر معاكم. يلا دخلت، هادي تقريبا الرابعة قلت له انا دابا كنهضر معاكم حدا الدار. خرجت من الخدمه دزت طليت على الوالده ديالي هي الاولى، الا فتت دخلت ما غاديش نخرج من الكوزينه تيقول الله اكبر. صافي من بعد الفطور راه صافي ما بقى خروج، اللهم قلت الشغل ما مساليه ما مساليه، نمشي ندوس نطلع عليها هو الاول، عاد ديك الساعه نجي لداري. ايوا صافي بقينا الجماعه وهذا حتى دابا كي قلت لكم راه الرابعه لا ربع هادي. جيت نبدا معكم فيديو من هنايا حيت الا فت دخلت للدار ندخل ديريكت تاني للكوزينه وما غاديش نهضر معكم. اللهم نطلع عليكم من هنايا. جاتني في شي شكل نهز الكاميرا هكا ونبدا نهضر معكم، ما بقيتش مدي عليها هذاك الشيء. علاش؟ نتمنى تكون اموركم مزيانه، ونتمنى انكم تكونوا قضيتوا رمضان النهار الاول داز عندكم مزيان، واليوم كذلك، وان شاء الله سائر الايام يا ربي. شكرا لكم على التعاليق ديالكم الزوينه، شكرا لكم، تمنيتوا لي الشفاء، الله يخطيكم البنات. الصراحه الكومونتيرات ديالكم الزوينين وكيزيدوا يشجعوني نزيد نكمل، واخا نسبه المشاهده طاحت بزاف. كنتلاقى مع ناس تيقولوا لي رجعي ليوتيوب توحشنا، كنقول لهم راني رجعت، تيقول لك ما توصلناش بلي نوتيفيكاسيون هذا راجع ليوتيوب. وهذه فرصه باش نقول للناس اللي ما تيتوصلوش بالنوتيفيكاسيون، انتما غير ترجعوا لهذا الفلاشين عندي وديروا ديزابوني. اسمحوا لي البنات، ديروا ديزابوني وعاودوا تابوناو وفعلوا الجرس، من بعد غيولي يوصلوكم باردون لي نوتيفيكاسيون. المهم ما تديوش عليا، غير حالت وجهي غادي توريكم العربون الحلاقم الرواح كلشي تجمع الحمد لله. قادر كاين واحد العجاج اليوم من البارح بعد الاول يوم كذلك، صباح مني فقت ما عندي الطوموبيل البيضاء عرفتي لقيتها البنات ماغون، حيت حدايا هنايا واحد سميتو كتبنا، واحد العماره حدايا هنايا كتبنا، ما نعاودش لكم الطوموبيل كي لقيتها الصباح بالرمله والغبره، وما حشكم عزكم الله الازبال الميكات وهذا غير كيتساروا. الله يلطف بينا، وهذا ما نقولو صراحه العجاز صعيب، ما كتصيبي لا تنشري حوايج ما كتصيبي ديري حتى شي حاجه. مازلنا نهمل الصابون عندي، خدمت الماكينه الصباح قبل ما نخرج، عوالا قلت غير ندخل نشرهم ولكن ما بالي ما نشر، عرفتي العجاج نيت ديال بصح ماشي والبرد كيطير، يعني الا نشرتهم ما غادي ينزل منهم والو. ايوا المهم ننزل نطلع للدار ان شاء الله ونكمل معكم النهار. قبل ما ندوز البنات بغيت غير نبارطاجي معكم، ملي كنت جايه تركت معايا واحد السيد حدا كيبيع مواد الحلويات، وهادو مشي جبتهم في مرجان، هادي الملحه هي اللي كنستعمل ديال الماكينه، حيت البارح في الليل اخر غسله دوزاتها ليا وبدات تتسني وسالات ليا. هادي زوينة البنات، و لو بخي ديالها كيبقى على بوختي، كتجيبو الباكية فيها ربعة، ما عقلتش شحال خيصتها، واش كدا و 40 ولا ما عرفت كدا و 50 تقريبا، هداك التمن هكاك، كتجي كل وحدة فيها كيلو. أنا دابا بالنسبة للماشين فاش خويت فيها باردو هزات لي هادي كاملة. و كي كتليكم عند هاد السيد لي كيبيع مواد الحلويات، مشيت خديت عندو شي حاجة و بغيت نوريكم واحد الفخوماج خديتو عندو. نورمالمون هذا اول مره غادي نجربو، هي سميتو ايداميلا، ما نصحكمش بها البنات خايب لا علاقه، عرفتي بحال شديتو الحليب وكثرتو فيه النشا ودرتو فوق البطاطا تدار هكاك هكاك داير، ملي كتشدو في يديكم كيتفرتت، ما عجبنيش نهائيا خايب بزاف بزاف بزاف، ما نصحكمش به ما تاخذوش. وهذه الكريمه ديال الطبخ دانيكا كويزين، هادي غزاله، خلوني من بريزيدون، خلوني من لي كريم كاملين، هادي كتبقى للون، هادي نورمالمون تيخدمو بها صحاب السناكات، وحاليا راها متوفره. انا بعد هاد السيد اللي قلت لكم كيبيع مواد الحلويات كاين حدايا، هو عند من خديتها عنده، هو اللي كناخدها عنده، كنلقى عنده مولالا بيراتوس. وبالمناسبه هذيك بيراتوس الخضر اللي كنبارطاجي معكم كندير في الحلويات راه كدير حتى في الطبخ، يعني حتى في الملح ملي كتجي مسوسه. وكاين هذا البرجر هذا كيجي الباكيه فيها اربعه، انا نصوروهم لكم هنايا من الجناب، شتو راه جوج هادو كتجي الباكيه فيها اربعه دول سي سول لا با
الصفر تاع سيدي لاباط ديالهم زوينه نتوما كتبومبا، والثمن ديالهم جد مناسب 13 درهم، والحجم ديالهم تيجي كبير. هادشي باش عاجبني. نورمالمون اكثر كناخذ انا ديال المرجان، الباكيه فيها 70، كان دايره شي 7 درهم وشي حاجه نقولوا 8 درهم، ولكن هذا تيبقى احسن من ديال المرجان وكيبقى كبير ورقيق. هذا باش يكون المهم هادو غير دي بون بلون، انا جاوني دي بون بلون بغيت نبارطاجيهم معكم ونجربوهم. هادو راه قلت لكم زوينين، وهادو ما بغيتكمش تقلبوا ما زوينش نهائيا. اللهم ديروا غير الاضام بوحده، انا هذا خديتو زعما بحال لي غراتا بحال البيتزا باش يعطيني ديك التعليكه، ما لقيتش الموتزاريلا قلت نجيب باني بي اون اتوندو ساعه صدق لا علاقه غير طلعت فيه. غادي ندوز دابا ان شاء الله نجمع هادشي نرد كل حاجه بلاصتها وندوز نبدا الفطور ديالي. ما عنديش حاجه كثيره غادي ندير، هذا الحاله ديال البارح اللي بارطاجيت معكم ديال اوريو ما تكلش باقي عندي كامل، وغادي ندير غير شي حاجه مالحه، وغادي ندير الدجاج ان شاء الله معمر. انا كي قلت لكم نورمالمون رمضان هكا كندير واحد الحاجه حلوه واحد الحاجه مالحه، وبالنسبه للحريره المغربيه اولا كي كنقولوا لها حنا الحريره الحامضه هذيك كنديرها غير في الاول، درتها البارح بكونتيتي زايده، دورت غير القياس الاخر خليته حتى اليوم. المهم كندير ديال 3 ايام صافي، ومن بعد ديك الساعه غنولي ندير غير لي سوب. البنات نسيت ما بارطاجيت معكم حتى هذا، جيت نرد الثلاجه ولقيتو هذا الخبز ديال الطاكوس وكيجي كبير، راه الخبز كل خبزه فيها 30 سنتيم، الباكيه كتجي فيها يمكن 18 الا بقيت على العقل. المهم هذا راه ثالث مره باش كناخذ هذا، دايره ب 35 درهم، كنت كناخذها عند واحد السيد كيحسب لي عليها ب 45 درهم، دابا لقيتها عند هذا اللي كيبيع مواد الحلويات غير ب 35 درهم. وكي قلت لكم تبارك الله راه كثير، والخبز ديالها زوين بحاله بحال ديك ديال 45 درهم، سميتها دوروم، ها هي سميتها باش تعقلوا عليها البنات، 35 درهم باش دايره، وكيجي كبير وكثير 18 حبه اولا 18 بياسه في البلاستيك. غندوز دابا غادي ندير كي قلت لكم الدجاج، غادي نديرو معمر. بالنسبه للعطريه عندي سكينجبير، عندي العطريه ديال الدجاج كتبقى هادي اختياريه، عندي الملحه، عصير واحد نص حامضه، الهريسه والموطار. هادشي اللي غادي ندير في الشرموله ديال الدجاج، غادي نجيب شي اناء فاش غادي نخلط. المهم ديك الساعه نتوما على حسب الكونتيتي اللي عندكم، عينكم ميزانكم. الملحه ما تكثروهاش حيت عندنا الموطار راه مالح، والهريسه انا هاديك اللي درت هادي هي اللي غادي ندير، دونك هي اصلا كتكون مالحه. نزيد دابا الموطارد، إلا عندكم الموطارد لونسيان كيكون أحسن. غادي نضيف الهريسة، غندير غير شوية وأنا هنايا غنستعمل يديا حيت مكنعرفش مكنحكمش بالمعلقة، هكا كنعرف أشنو درت. غندير غير شوية ديال الملحة، هاهي تبعيكم صافي. غادي نخلط مزيان، ما ديروش الزيت البنات نهائيا، الزيت لا، حيت كدير حاجز ما بين الشرموله والحاجه اللي عندكم، كل حل كيف ما كان النوع ديالو صافي. وغادي ناخد هاد الدجاجة هادي وغادي نحاول نلبسها كاملة بهاد العطرية ونخليها واحد ساعتين. انا دابا الربعة هادي غادي نخليها، المهم على حسب، ما عنديش شي حاجة اليوم كي قلت لكم كثيرة نديرها، كنحاول هنايا في الصدر شفتو كندير بحال تقيبات، وكنحاول ندخل ليها العطريه لداك الداخل باش هكا يجي يتشل الحم ويجي كله مبنى. دابا غادي ندوز للحشوه، عندي هنايا المقيله شعلت عليها، غادي ندير فيها زويته بالزيت، عندي البصله شتي تاوحد البصله صغيره وين ما كبيراش و متوسطاش، غادي نديرها هنايا تاع على تكراس. شفت هذا و نتفكر واحد السيده قالت لي ودي راه هذا خديتيه غالي، راه دايرين غير 150 درهم، راه جاوبتها في الكومونتير. هذا نورمالمون انا لقيتهم كاع 120 درهم ماشي 150 درهم، ولكن راه كي قلت لكم البارح الديفو ديالهم
كتلقاو فيهم دوك الفيسات هنايا دغيا كيتصداو، ما كاينين وكاينين ماركه زعما زوينه بحال الكاتشو هذا راه مزيانين. الديفو ديالهم استسمح الديفو ديالهم هو دوك الفيسات. غادي نزيد هنايا واحد جوج فصوص ديال الطوماط غيورين وغادي نخلي الكل حتى يطيح شويه. ضفت هنايا البنات الكبده، غادي نجي نشحرها غير شويه. الكبده انا ما عنديش هنايا كثيره غير ديال الدجاجه، المهم الكميه اللي عندكم ديروها. هو كل ما كانت الكبده كثيره كيجي احسن. صافي غادي نضيف هنايا شويه ديال العطريه، عندي هنا شويه ديال البزار، ما غاديش نكثر حيت عندي العطريه جديده كتكون حاره. شويه ديال الخرقوم، انا نسيت ما قلت لكم انا راه درت الشعريه الصينيه خويت عليها هنايا الماء طايب، درت لها شويه ديال العطريه ديال الدجاج وشويه ديال الكنور، ما ضفتش ليها الملح ما ضفتهاش من الاحسن حيت عندي كلشي ملح. غادي نخلط مزيان هاد الكبده مع هاد العطريه والبصله، ما غاديش نخلي هنايا الكبده حتى تطيب حيت ما غاديش تحتاج، باقي غندخل الفرن غادي تطيب دونك ما كاينلاش. نجي هنايا عندي شويه ديال المسير غادي نضيفو، غادي نضيف كذلك هنايا راه ربع مسيره، هنايا غنضيف غير شويه ديال الزيتون ماشي بزاف، وغادي نخلط. غادي نضيف كذلك الربيع، نجي هنايا قزبور ومعجون مخلوطين تقريبا جاهز واحد معلقة عامرة وشوية ديال البصل، هادي غير اختيارية لما تمشي تضيفوها بلاش، أنا مكدرتش الدجاج درناها في الدجاج. غادي نصفي هاديك الشعرية الصينية. صافي هنا نسجمو العناصر، طفيت عليهم ضروري نطفي هو اللول. هنا كنقربكم باش تشوفوا، هنايا راه كنصايب و من طون كنقاد حيت هنايا غير شي خبز عندي حيت نفقتو انا حيت بديت كندريسي في لافطار باش هكا ما نتعطلش ما نبقاش واقفه. المهم كي قلت لكم اون فوا كنطفي على العافيه كنطفي النار، كنجي كنضيف هنايا الشعريه الصينيه غير كنخلط باش كينسجمو العناصر مزيان. هنايا شحال درت الكميه ما قلتهاش لكم هانتوما باش تشوفوا الكميه، درت واحد المربع هذه الشعريه الصينيه تقريبا كتكون فيها ديك قياس 40 50 غرام هكا باش ما تشينيش ما تشدش ليا الشعريه وما تشيش عاوتاني الشعريه غنبع على المكونات الاخرى. الدجاجه هي جبتها هنايا من الفران غادي ندوز باش نبدا نعمرها بالحشوه. هنا في الأول غنستعمل المعلقة، ولكن كي كنقول لكم ديما أنا إلا مستعملتش يدي راه مكنعرفش نشقى، ولفت ندير الحاجة بيديا إلا لقيت هكا إلا حطيتها ومغاديش تدخل مزيان لداخل إلا ما درت يدي باش ندخلها هكا في الشناب ماشي غير هنايا الوسط لي كنعمرو، حتى هنايا جيت الفخيطات تاهما راه كنعمروهم. الفران غادي نشعل عليه باش يكون الفران سخون، غادي نعمرها مزيان، غادي نشدها غادي نغطيها ببابي كويسون داك ورق الطبخ غنغطيها به مزيان وندخلها الفران تقريبا جهد واحد، المهم على حسب الفران انا غادي نجهدو. ثم هي ضروري ما نعمر هاد الشنيبات وغنخليها هاديك 35 دقيقة هكاك حيت الدجاجة عندي كبيرة شوية. صافي وعاد غادي نخرجها طبيعي الحال قبل ما نديرها، المهم هتشوفوا لي طاب غندهنا هو الاول بالزبده باش تحمر ليا. هانتوما كتحاولوا تكوا هكا الحشوه تعمروا بها الشناب. صافي هنايا غادي نجي غادي ندهنها بالزبده. هاد المرحله الا بغيتو تنسمو الزبده تقدروا تنسموها، خصوصا الا عندكم ديك الخلطه المكسيكيه التوابل المكسيكيه كتجي بنينه. انا هذيك القضيه غادي نديرها في الاخر وكنفضل نديرها مع السمن،
المهم كتحاولوا غير هكا باش يجيكم اللون زوين في الدجاج. الزبده انا جبتها من الثلاجه اللي جبتوها نتوما قبل، حاولوا هكا تخدموها شويه باش تولي لكم بحال شكل البوماط، عاد ديروا هاد العمليه. انا حيت قلت لكم الزبده سميتو حطيتها غير كطريفات غادي تذوب من بعد. غادي ندوز دابا ندير لها هاد البابي نمسح التيغو الاول. غادي ندوز قلت لكم ندير لها البابي، ندير ورق التخوان عاد نقطعها بابي المينيوم صافي. وغادي ندخلها للخراج. هنايا عندي شديت بصلة طحنتها هي والثومة مزيان، نتوما نقرب لكم باش تشوفوا الشكل ديالها. كنطحنها نيت مزيان، درت فيها قشي وشات ديال الدجاج لي شاطو ليا غير حيت بغيت ندير لاصوص. غادي نجي نضيف الربيع، غادي نضيف العطرية ونفس العطرية ملحة وبزار وسكين جبور والخرقوم، وغادي نضيف شوية ديال الرزية ديال الدجاج وشوية الزيت الجلدية. وطحنت هنايا البصلة كي قلت لكم هي وجوج دراس ديال التومة، ودرت معاهم ربع حامضة وصيرة بالحق غير اللب ديالها هو اللي درت صافي. وغادي نجيب لهم الزيت البلدية وغادي نردهم فوق البوطة هكا نتشحرو مزيان ونخليهم تيطيبو باش هكدا يرافق كصلصة مع الدجاج. وكانت هذه هي الطبيله اليوم ديال الفطور. كيف ما كتشوفوا هذه الحليوه هذه طاخت بباط فويتي وتفاح، هذه غير خديتها معايا ملي كنت جايه. المهم حطيت لهم هكا الحريره سخنتها، حطيت شويه التمر الشباكيه والبريبات، هنايا العصير ديال الفريز بالليمون ومعاه من الفوق عصير ديال الفريز بالبنان، الخليط العجيب ديال راجلي. وهنايا سلطه ميكست فيها البيض لي زيبينار طوماط سوريس طون المايس الزيتون الفرماج الادام فرماج المثلث جبن. المهم اي حاجه عندكم ديروها، خذوا محكوك اللي كان عندكم، كتجي صراحه بنينه. وكنديرها غير صوص فينيغريت من الفوق. وهذه الحاله ديال الاوريو كيجي البنات بنين 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 بزاف، سيرتو الا درتوه بشوكولا غيش. والدجاج كي قلت لكم من بعد ما طابت شديتها دهنتها بشويه السمن ودرت ليها العطريه المكسيكيه وخليتها حتى تحمرات، كتجي حتى هي بنينه ورافقتها هكا مع الصلصه، كيبقى اللي بغاها كياخدها. وكانت هذه هي الطبيله ديال اليوم ديال الفطور. اللهم ادم نعمه واحفظها من الزوال، حاجه بسيطه ودغيا ساليت صراحه. المهم هنايا غادي نقول لكم بسلام عليكم، خليت لكم راحه البال، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم.